السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنتم تزوروا قناة وصفات أمينة لأول مرة، أتمنى منكم تشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. أتمنى منكم تدعموني بلايك باش تشجعوني نقدم مزيد من الفيديوهات. إلا عجبكم شي فيديو أتمنى منكم تشاركوه مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. مرحبا بكم أحبائي، اليوم في الحلقة بنقدم لكم وصفة للزيادة في الوزن والتسمين السريع. مكون واحد وهو البرقوق المجفف، فهو معروف بزاف كنضيفوه الأطباق النعناع مع اللحم، فهو عبارة على مكسرات مفيد بزاف وصحي. دابا غادي نتكلم لكم على طريقة التحضير ديالو. يمكن لكم تسلقوه ثلاثة الحبات، تسلقوهم في شوية ديال الماء وتناولوه في أي وقت حبيتو في اليوم، تناولوه قبل الوجبات ولا في أي وقت حبيتو فيما كنتم سالين، تناولوا منه ثلاثة الحبات، هو مفيد بزاف وكيزيد في الوزن وكيعمل على فتح الشهية. يمكن لكم تناولوا عاوتاني على شكل حبوب هكذا، تناولوا البرقوق المجفف على شكل حبات، تناولوا ثلاثة الحبات في اليوم، ثلاثة مرات في اليوم ثلاثة الحبات على حسب داكشي اللي بغيتو. بحال شكل المكسرات هو مفيد بزاف، طريقة الاستعمال ديالو تكون سهل وعنده بزاف ديال الفوائد. من ضمن هاد الفوائد انه كيعالج مشكل الامساك المزمن. بالنسبه اللي بغى يعالج هاد المشكل ديال الامساك المزمن، دابا غادي نقول لكم الطريقه ديال التحضير ديال هذا البرقوق المجفف. غادي تاخذوا من 5 حتى 6 البرقوقات، غادي تنقعوهم في كاس من الماء لمده 10 ساعات. ملي تنقعوهم دوز هاد المده هذه، غادي تشربوا داك المنقوع ديال البرقوق المجفف، هذا الكاس كامل غادي تشربوه. بالنسبه للحبات اللي نقعتوهم في الماء، يمكن لكم تناولوهم، يمكن لكم تناولوا دوك الحبات. الا ما قدرتوش تناولوهم كاملين، تناولوا حبه بحبه على فترات متباعده من اليوم حتى تكملوهم. بالنسبه للاطفال اللي بغيتوا تعطيوهم من هذه الوصفه باش يعالجوا حتى هما الا كان عندهم هذا المشكل ديال الامساك المزمن، اعطيهم حبه واحده من هذاك البرقوق اللي كيكون تنفخ، البرقوق اللي كنا رقعناه في الماء، واعطيهم نصف كاس من الماء. دائما الاطفال ديالنا نعطيهم غير نصف الكميه. بالنسبه لبغيت تعطيه هذا البرقوق المجفف لزياده الوزن وفتح الشهيه بالنسبه للطفل ديالك، اعطيه حبه واحده من هذا البرقوق المجفف. المهم اخواتي، هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتدعموني بلايك. بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شاركوش، كنتمنى منهم يشاركوا، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. والى حلقه اخرى والى اللقاء.